جولة الثامنة مساء من قناة التاسعة، أصحابكم فيها أنا مكي هلال، والبداية بالعناوين. الأساتذة ينفذون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية للمطالبة بتغيير الوزير. مساءلة شفهية لثلاثة وزراء بمجلس نواب الشعب، ووعود باتخاذ إجراءات جديدة تخص المرأة وقطاعي السكن الاجتماعي والفلاحة. انطلاقا من اليوم، منع استعمال الأكياس البلاستيكية في الفضاءات التجارية الكبرى وتعويضها بأخرى قابلة لإعادة الاستعمال والرسكلة. طاب مساءكم جميعا مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري من قناة التاسعة. نفذ أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الأساسي القادمين من مختلف جهات الجمهورية، نفذوا وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، ثم مسيرة انطلقت في اتجاه القصبة من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبين أساسا بإقالة وزير التربية ناجي جلول. رفع الأساتذة والمربون اليوم ما أسموه شعار الحسم للمطالبة بإقالة وزير التربية ناجي جلول على خلفية إساءته للتعليم والمدرسين وفق تعبيرهم، وذلك في وقفة احتجاجية ضمت أساتذة قدموا من مختلف جهات الجمهورية. الآن بان بالكاشف أنه عندما كنا نصرخ ونقول بأن هناك مخطط لبيع المدرسة العمومية لتخلي الدولة عن دورها في هذه الخدمة الاجتماعية، بان بالكاشف اليوم أنه هذا هو توجه الحكومة. توجه الحكومة هو بيع ما تبقى من القطاع العام. نقابة التعليم الثانوي والأساسي جددت التمسك بإقالة وزير التربية ناجي جلول كمطلب أساسي، إلى جانب عدة مطالب أخرى من بينها الإصلاح التربوي. اليوم وزير سابق اعتبرناه وزير سابق فعلا، لانه هو لابد ان يكون خارج وزاره التربيه. طالما هذا الوزير ما زال على رئاسه الوزاره فانتهت المفاوضات معه، ولن نتفاوض معه باي حال من الاحوال. يوم غضب نفذه اساتذه ومربون الذين اكدوا ان التعامل مع وزير التربيه بات مستحيلا باعتباره اصبح يهدد التعليم المجاني حسب قولهم. قبل التحوير الوزاري احنا نطالبوا بإقالة الوزير التربية هذا اللي أهان المربين واللي يحب يفوت في المدرسة العمومية. شكرا لأنك جمعتنا في مناسبات عديدة، وكل ما خرجت المنبر تقريبا بنسبة حسابيا خرج 118 مرة للإعلام إلا وكالة للمربين الشتائم والوعيد. نفسنا طويل، واللي يعرف تاريخ الاتحاد يعرف اللي احنا ما نسلمه الا نحن اصحاب حق. الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي ستنظر غدا في إمكانية تعليق الدروس لأجل غير مسمى، إلى جانب إمكانية اتخاذ قرارات تصعيدية حسب ما أكده كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي. جولتنا الإخبارية مستمرة معكم مشاهدينا، تتابعون فيها أيضا. سنة مرت على انطلاق موعدكم الإخباري الثامنة مساء، مصافحة يومية معكم ومع الخبر قوامها الموضوعية والاستقلالية. وجه نواب الشعب اليوم جملة من الأسئلة الشفهية لوزراء الفلاحة والتجهيز والمرأة، وخلال الجلسة العامة أكد وزير التجهيز أن 1500 مسكن اجتماعي باتت جاهزة حاليا للتسليم، فيما وعد وزيرا الفلاحة والمرأة باتخاذ إجراءات جديدة تهم وزارتيهما. برنامج السكن الأول يحظى بالقدر الأهم من جلسة المساءلة الشفهية، حيث أكد وزير التجهيز والإسكان أن الأمر التكميلي الخاص ببرنامج السكن الاجتماعي سيتم إصداره في غضون الأسبوع القادم لتعديل الأمر الحكومي الأول، فيما لا تزال المعارضة البرلمانية تتحفظ على آلية المشروع وتقدم مقترحات إضافية لتطويره. اليوم في السكن الاجتماعي عندنا تقريبا ما يقارب 8000 تحت البناء،
وأغلبيتها تكون جاهزة 2017، وعندنا تقريبا 1500 جاهزة في انتظار الأعداد القائمة للمنتفعين بها. من وجهة نظر الاجتماعي مازال عندنا ما نقولوا فيه، لأنه ينجم يتحسن، ينجم يتطور، ينجم نعطيه معناها فرضيات أخرى أحسن من اللي مقدمة من طرف الحكومة. وزير الفلاحة وعد بتفعيل صندوق الجوائح عبر قانون سيعرض خلال مارس الجاري على مجلس نواب الشعب، مستبعدا اتخاذ اتحاد الفلاحين منح الاحتجاج بعد تهديده بتعليق عمليات تزويد السوق ليومين. في منتصف مارس مشروع القانون يكون حاضر صدقا له مجلس الوزراء، ويتحال المجلس النواب ان شاء الله في السنه هذه يكون الصندوق هذا واقف على ساقيه. نتفهم غضب الفلاحة وإحنا مع الفلاحة في المسألة هذه، لكن زادة في نفس الوقت يلزم الفلاحة يفهموا اللي راه وضع البلاد صعيب. وخلال مسألة وزيرة المرأة وصفت يمين الزغلامية الناهبة عن حركة النهضة المجهودات الحكومية لحماية المرأة الريفية بالضعيفة، غير أن وزيرة المرأة أكدت أن المجلس الوزاري سيعلن الأسبوع القادم مجموعة من القرارات والآليات لحماية العاملات في القطاع الفلاحي. هل ترى فعلا البرنامج هذايا والفلوس هذه تصرفت في حق المرأة الريفية؟ أنا أقول لك لا، راه نسبة قليلة جدا ومشيت هكذا مشاريع وهمية. مساءلة الوزراء اليوم بمجلس نواب الشعب كانت تهم عددا من المواضيع الحارقة التي أثارت جدلا مجتمعيا وسياسيا. قرر رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب مراسلة الحكومة لحثها على رفع دعوى قضائية لحل حزب التحرير، وذلك بعد النظر في مشروع لائحة تقدمت بها كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب. وقع الاتفاق على أثر نهاية الجلسة على النظام الداخلي يسمح لنا أن نبقى أسبوع لدراسة هذه اللائحة. في وسط هذا الأسبوع باش تقوم رئاسة المجلس بمراسلة الحكومة باش نشوفوا هل ترى فما إجراء قانوني تقدمت به كالحكومة لحل حزب التحرير أم لا. إذا ما وقعش وقتها مجلس نواب الشعب باش يتعدل الجلسة العامة هذه اللائحة لمطالبة الحكومة بتطبيق القانون. من المنتظر أن ينطلق هذه السنة برنامج تجهيز عدة مناطق صناعية بتونس الكبرى وبعض الولايات بمنشآت تطهير تهدف إلى مزيد التحكم في التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية. خلال السنة الحالية سينطلق مشروع تجهيز 9 مناطق صناعية بمنشآت تطهير بعد أن تعهد البنك الألماني بتمويل هذا البرنامج بكلفة جملية تقدر بحوالي 137 مليون دينار على 3 مراحل. وتتمثل المناطق 9 في بير القصعة وبنزرت ومجاز الباب والفجة وأوتيك ووادي الباي والمكنين ونفيضة وصفاقس. فصل المياه الصناعية عن المياه السكنية لتحسين جودة المياه المعالجة في محطات التطهير قصد إعادة الاستعمال متاعها معناها في عدة مجالات. إن شاء الله مع اختتام الإجراءات المصاحبة اللي توا طالت عندها 3 سنين وإحنا معناها نعالجوا في الإجراءات المصاحبة، إن شاء الله اليوم يقع الاختتام متاعها بأخذ قرار في خاصة التبديل وتغيير القانون متاع المواصفات السكب في الوسط الطبيعي. وتم تركيز لجنة وزارية مشتركة يشرف عليها وزير الشؤون المحلية والبيئة تعنى بمتابعة برامج الاستثمار وتنفيذها في ميدان التصرف في المياه المستعملة الصناعية. احنا اليوم اللي نخدم عليه انه المشاريع الموجودة في وزارة البيئة والشؤون المحلية بجميع المنشآت اللي تحت الإشراف هو انه المشاريع الكل يكون عندها معناتها مضبوطه في اجال الانتهاء منها. يلزم اللجان التقريريه بصفه عامه اللي نعملوها في تونس لازم تقرر وتقدم. هذا المشروع ياتي في اطار المحافظه على منشات التطهير وتحسين نوعيه المياه المعالجه بمحطات التطهير لمزيد التحكم في التلوث الناتج عن الانشطه الصناعيه، على ان يتم استكمال هذا المشروع مع موفى 2024. إلى الخبر الاقتصادي، حيث انطلق اليوم التداول في أسهم شركة سنيماد رسميا بالسوق البديلة لبورصة تونس، وذلك بعد إدراج الشركة في السوق بتسعيرة البورصة عن طريق الترفيع في رأس مالها بأكثر من 3000 سهم جديد. وقد أعطيت إشارة الانطلاق اليوم خلال موكب رسمي حضرته وزيرة المالية وذلك بمقر بورصة تونس. سنيماد الحقيقة معناتها استثمر أكثر من 40 مليون دينار في الفترة الأخيرة هذه،
أحدث تقريبا أكثر من 350 موطن شغل جدد. اليوم سليمات أكثر من 600 موطن شغل. هذا معناتها خلاها اليوم تدخل السوق المالية زادة باش ما تزيد باش التوازنات المالية تكون معناتها محافظين على التوازنات المالية. ولكن نفس الشيء نحبوا نخلقوا ديناميكية في السوق. احتفلت تونس مع سائر البلدان باليوم العالمي للحماية المدنية، حيث قيمت بالمناسبة أنشطة وتمارين بيضاء لتنمية الوعي الوقائي لدى العموم ببن عروس، وذلك بإشراف وزير الداخلية الهادي مجدوب. يدا بيد مع الحماية المدنية ضد الكوارث هو شعار الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية لهذه السنة. تظاهرات توعوية وترفيهية للأطفال والشباب أقيمت بمنتزه فرحة حشاد ببن عروس تحت إشراف وزير الداخلية. هذه الأنشطة جاءت لتنمية الوعي الوقائي في مجال النجدة والإسعافات الأولية. احنا نعملوا فضاء تنشيط كبير نلموا فيه الصغيرات نتاعنا، احنا نامنوا باش يتعلموا وهم يلعبون. هذا الاحتفال ركز الاهتمام على الامكانيات اللوجستيه لوحدات الحمايه المدنيه التي تسعى لمجابهه الحالات الاستعجاليه. الحقيقه هذه جزء راه من البرنامج المستقبلي، خاطر الحمايه المدنيه معناها حق التطور كبير ياسر الحقيقه على مستوى التجهيزات والمعدات بحكم تطور العمل في مجال الحمايه المدنيه. كما شارك في الاحتفال عدد من المنظمات على غرار الهلال الاحمر التونسي، كما نظمت اداره الصحه بالجهه خيمه للرعايه الصحيه. ورينا للمتفرجين عده يعني ديزاكت بتاع الهلال الأحمر التونسي وبتاع السكوريزم خاصة. الأولياء والأطفال أكدوا على أهمية هذا الاحتفال لتوعيتهم في حالات الخطر وللتحسيس بقيمة الحماية المدنية. تعلمت كيفاه ننزل على السرك الرجل ننقذ الرجل، وتعلمت كيفاه الغوص. عديد الأنشطة التي شملها اليوم الاحتفالي بالحماية المدنية، منها التظاهرات الرياضية التي ختمت اليوم والتي توج فيها الفائزون بجوائز مالية تشجيعية. وأيضا بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، أكد وزير الداخلية الهادي المجدوب في موضوع آخر، أكد أن المؤسسة الأمنية في جاهزية دائمة. وفي رده على التقرير البريطاني حول هجوم سوسة الإرهابي، قال إنه لابد من وجود دليل على الاتهامات التي وجهت إلى الأمن التونسي، وأن المنظومة الأمنية ستقوم بالرد المناسب على التقرير البريطاني. ما نحبش نقول الوضع الأمني، معناها ما نحبش نخوف به التوانسة، زاد في نفس الوقت ما نحبوش التوانسة تترخف شوية. ديما يزونا نقعدوا ردين بالنا على رواحنا، ردين بالنا على بلادنا. المؤسسة الأمنية في جاهزية الحمد لله، مستوياتها منقول ممتازة. التفاعل ماهوش متاع هذا التفاعل يخص معناها منظومة كاملة متاع اللي تخص الدولة التونسية، ما يخصش وزارة الداخلية كوزارة الداخلية. على كل حال ندرسوا الموضوع وأكيد أنه عندنا الرد المناسب. فضلا عن مناظرها الطبيعية الساحرة وطقسها المعتدل، تتميز ولاية جندوبة بامتلاكها لمحطات استشفائية تمثل دافع لتنمية الحركة السياحية في البلاد رغم صعوبات عديدة. تتنوع خدمات المراكز الاستشفائية بولاية جندوبة ما بين العلاج الطبيعي أو بالمياه الكبريتية الحارة أو بمياه البحر لعلاج أمراض مختلفة كأمراض العظام، وهو ما جعل تونس تحتل المرتبة الأولى عالمياً في السياحة الاستشفائية بمياه البحر. وقد ساعدت المبادرة الخاصة الديوان الوطني للمياه المعدنية على تطوير الفضاء الاستشفائي بحمام بورقيبة وفتح قسم خاص بالطب الرياضي. نحب نوريه هالحمام بورقيبة ذي هالاستشفاء بالمياه، له معناتها عدة إيجابيات على الواقع متاع مدينة معناتها حمام بورقيبة في مستوى الشغل بعد بصفة المباشر وغير مباشر. اليوم اللي يلتجأ إلى الشباب المياه يحسن مؤشر أمل الحياة، تخليه في صحة جيدة. وتساعد جودة الخدمات العلاجية المقدمة على توافد الحرفاء على مختلف المحطات الاستشفائية بالمنطقة. تتواجد في المركز العلاج معناتها العديد المعدات والتجهيزات العصرية صالحة لعديد العلاجات والأمراض، نذكر منها علاجات الأنف والأذن والحنجرة، علاجات أمراض المفاصل والبرد، بالإضافة معناتها إلى وجود عديد العلاجات الأخرى. هو بيدو معناتها للهواء هذا في حد ذاته ستون كور. كل
هذه الخدمات مثلت فرصة مهمة لطالبي الاستشفاء للقدوم والاستفادة منها من تونس والبلدان المجاورة. ننصح بالتواصل كل باش يجيو للمكان هذا. أنا من درت البلدان كل بلدان كل اللي كاين الحامة كل بهين ما خدش مناظر طبيعية ومناظر خلابة. سياحة علاجية، سياحة ترفيهية، رياضة، يعني خدمات لبس بها. تستقطب السياحة الاستشفائية في تونس سنوياً 170 ألف سائح أجنبي على الأقل، بفضل ما تتوفر عليه من عيون مياه طبيعية وخدمات استشفائية جعلتها قبلة العديدين. في مثل هذا اليوم في الأول من مارس 2016 كانت بداية أخبار الثامنة، واليوم نتمم وإياكم السنة الأولى لموعد الثامنة مساء الإخباري، عام حافل بالأحداث والتغطيات المحلية والدولية. كنا في مصافحة يومية معكم ومع الخبر والتعليق والتحليل. إليكم في التقرير التالي وعلى سبيل الاحتفاء والتذكير حصاد لأهم ما ورد في جولتنا الإخبارية طيلة 365 نشرة. الثامنة مساء من قناة 9، قدمها أنا مكي هلال، والبداية كالعادة بالعناوين. 365 يوما، 365 نشرة، سنة مرت على انطلاق أخبار الثامنة في مطلع مارس 2016. تغطية شاملة للأحداث الوطنية والدولية يؤمنها فريق من أفضل الصحفيين الشبان عملوا واجتهدوا وثابروا لإنجاح هذا المشروع الوليد على غرار المقدمين ورؤساء التحرير. في غرفة الأخبار يدور العمل صباح مساء بمهنية وموضوعية وتجرد لا تقطعه أعياد ولا مناسبات في سبيل إيصال الخبر والتعليق إلى المشاهد. الثامنة مساء دأبت على إثراء الخبر المقدس بالتعليق الحر لكل الأطياف، سياسيون من مختلف الأحزاب، نقابيون، مسؤولون من مختلف المنظمات، وزراء ومحللون وفنانون. أخبار الثامنة كانت منبراً لكل القطاعات، وقفات احتجاجية، مؤتمرات، مشاورات، جلسات استماع ومساءلة، كل الأحداث الإرهابية منها والاجتماعية والإنسانية. كان فيها صحفيو قسم الأخبار متابعين لحظة بلحظة، مؤمنين التغطية المباشرة في تونس كما في خارجها، لا يذرون وسيلة اتصال إلا وطوعوها لنقل الخبر. مصدح الأخبار وكب كل الأحداث ونفس نشرات أعرق المؤسسات وحرك تقاليد تمام الساعة الثامنة لدى التونسي. سنة تطور فيها شكل الأخبار واختلف عن البدايات، تركز الجهد وتعمقت النظرة، شكل ينفتح كل يوم على إمكانيات جديدة للصورة والكتابة والتقديم. في مثل هذا اليوم بدأت الرحلة، عجلة الأخبار تدور دون توقف، وما هي إلا البداية. بدأ اليوم تطبيق منع استعمال الأكياس البلاستيكية الخفيفة ذات الاستعمال الواحد من كل نقاط الاستخلاص بالمحلات التجارية الكبرى، وتعويضها بأكياس بلاستيكية ذات الاستعمالات المتعددة والقابلة للرسكلة قصد تحسين الوضع البيئي. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والغرفة النقابية للمساحات الكبرى حول التحكم في الأكياس البلاستيكية بها. هي قطعاً صورة مختلفة لم تتعود عليها الفضاءات التجارية ولا مرتدها، ولئن لم تكن غائبة قط فإنها انطلاقاً من اليوم ستصبح حاضرة باستمرار. لا وجود مستقبلاً للأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة في الفضاءات التجارية الكبرى. أكياس كهذه متعددة الاستعمال وقابلة لإعادة التدوير وللتحلل العضوي ارتأتها الفضاءات التجارية بديلاً، والحنين إلى القفة التقليدية أصبح قابلاً للتسويق. أعلنوا على حذف الأكياس البلاستيكية، تعديت للقفة، ولو اليوم جيت من الخدمة ديريكت دونك ما نجمتش نجيب معايا القفة، ولكن مش نستعمل الأكياس الأخرى المخصصة لذلك. حاجة خارقة العادة، حاجة باهية ياسر ومعمول بها في الدول المتقدمة. أحسن ما تعملوا، البلاد دوات مزبلة والعباد تنظم روحها، تجي تاخذ ساشي تجيب وتحطه في الدار، وكي تجي تاخذ تجيب ساشي نتاعها. حاجة صحية وماذا بينا يتنحاو في البقايع الكل ونرجعوا للعادة نتاعنا للقفة العربي.
قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل العضوي سيكون متدرجاً حسب وزارة الشؤون المحلية والبيئة. فتونسيون يستعملون سنوياً ملياراً من هذه الأكياس التي يستغرق تحللها في البيئة 400 سنة. نحضروا في أمر حاضر الأمر باش نمنعوا استعمال الأكياس البلاستيكية الخفيفة على جميع في التوريد وفي التصدير وفي توريد والصنع نتاعهم وتوزيعهم، ويبقى طبعا امكانيه التصدير ونعوضوهم باكياس بلاستيكيه اخرى. لم يكن لدى بعض المتسوقين في الفضاءات الكبرى علم بمنع استعمال الاكياس البلاستيكيه المعتاده قبل ان يفاجئوا في نقاط الاستخلاص بالقرار غير الصائب حسب رايهم. قضيه نتاع شهر بتهز في قفتين ولا قفه امبوسيبل. انا نقول هذه مش وقتها. 100 سنه ونحن نستعملوا في المستعمل في البلاستيك، اش معناها كان اليوم يتنحى؟ توا واحد باش يجي من الدار يجيب معاه قفه صاك واش باش يجيب. الاستياء تتقاسمه الغرفه الوطنيه لمصنعي ومحولي البلاستيك التي ترى ان هذا الاجراء سيكلف المصنعين خسائر كبرى، اضافه الى ان الوزاره اعتمدت منهجا احاديا لم يقدم بديلا بعد. ما نعرفوش مصير رجال الاعمال، مصير ليزاندستريال اللي في القطاع اللي هما بكثره، والناس اللي عندهم التزامات بنكيه، التزامات مع الليزينغ، واللي عندهم التزامات فمن عندهم ماتير بريمير ستوكي، فمن عندهم سلعه ستوكي، مازلنا ما نعرفوش شنو مصيره. تستاثر المحلات التجاريه الكبرى ب 30% من استعمالات الاكياس البلاستيكيه الخفيفه التي تعد اضرارها جسيمه على البيئه، ومنها بدا التغيير. إلى أخبار العالم الآن مشاهدينا، وجولة سريعة في أبرزها. قال قائد عسكري عراقي إن وحدة الجيش التي تدعمها الولايات المتحدة سيطرت على آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل، كان تحت سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي، مما جعل المتشددين محاصرين في منطقة آخذة في التضاؤل داخل الموصل. أكدت روسيا إن طرح القوى الغربية لمشروع قرار بمجلس الأمن لمعاقبة الحكومة السورية بسبب الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية سيكون له أثر سلبي على محادثات السلام في جنيف. القرار الذي استخدمت روسيا والصين حق النقض ضده يأتي تزامناً مع محادثات سلام تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية المتحاربة. أكد مرشح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة فرانسوا فيون أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي، بالرغم مما أسماه بالهجوم والانتقادات التي يواجهها من طرف العدالة والإعلام الفرنسي في إطار قضية الوظائف الوهمية التي تحوم حول أفراد عائلته. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس بالعمل مع حلفاء واشنطن لا سيما الدول الإسلامية للقضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي، وأكد ترامب على دعمه القوي لحلف شمال الأطلسي، مؤكداً على ضرورة أن يفي أعضاء الحلف الآخرون بالتزاماتهم المالية. أما الآن فحان وقت أخبار الرياضة وطنياً ودولياً، ويقدمها اليوم بشير القروي. أهلاً بك بشير. مساء الخير يا مكي، طبت أوقاتكم مشاهدينا ومرحباً بكم إلى هذا الموجز الرياضي. دارت عشية اليوم مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ديربي العاصمة بين الترجي والإفريقي انتهى بفوز نادي باب سويقة بنتيجة 2-2، وسجل هدفي الأحمر والأصفر كل من سعد بقير وأنيس البدري، فيما سجل هدف فريق باب الجديد الوحيد إبراهيم الشنيحي. وفي كلاسيكو مثير تمكن النادي الرياضي صفاقسي من الفوز على النجم الساحلي بثلاثة أهداف لهدفين. أهداف صفاقسي حملت توقيع كل من علاء الدين المرزوقي وواليون دوي وكريم العواضي، فيما سجل أهداف أبناء بوجعفر ديوغو أكوستا وحمزة الأحمر من ركلة جزاء. أما مباراة اتحاد بن قردان ونجم المتلوي فانتهت بنتيجة هدف دون رد لنجم المتلوي سجله برهين الحكيمي مع مطلع الدقيقة 63. وبهذه النتائج ينفرد الترجي الرياضي التونسي بصدارة الترتيب بست نقاط أمام كل من النجم الساحلي والنادي الصفاقسي والنادي الإفريقي ونجم المتلاوي بثلاث نقاط، فيما يقبع اتحاد بن قردان في المركز السادس والأخير بصفر من النقاط. هذا وشهدت مباراة الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب الطيب المهيرية بصفاقس تأخيرا على مستوى الإعلان عن ضربة البداية بسبب امتناع لاعبي النجم الساحلي من الدخول إلى ملعب المباراة دون مسؤولي الفريق.
ويذكر أن إدارة النادي الصفاقسي قررت تمكين 3 أعضاء فقط من إدارة النجم الساحلي لحضور المقابلة ردا على التصرفات التي وقعت خلال المباراة الأخيرة بين الفريقين. دائما مع لقاء الكلاسيكو، حيث تقدم النادي الصفاقسي باحتراز فني على شرعية تنفيذ ضربة الجزاء التي سددها لاعب النجم الساحلي حمزة الأحمر في الدقيقة 33 على طريقة بانينكا ليمضي على الهدف الثاني لفريقه. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينة حكام الجولة الثانية من مرحلة البلاي أوت للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفيما يلي البرنامج الكامل للجولة مع تعيينة الحكام. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن متواصل ميدان نادي تشيزانا الإيطالي كريم العريبي عبر عن رغبته رسميا في الانضمام للمنتخب التونسي. العريبي يبلغ من العمر 27 سنة وتكون في فريق إنتر ميلانو وينشط حاليا لفريق تشيزانا في الدرجة الثانية الإيطالية، كما سبق له اللعب في العديد من الأندية في الكالتشيو على غرار باليرمو وفوجا وساسول وبولونيا، كما تقمص زي منتخب الأواسط والمنتخب الأولمبي الإيطالي. هذا كل ما لدينا في هذا الموجز الرياضي، يعود الآن معك. شكرا لك بشير. نمضي لنذكر بأبرز العناوين قبل الختام. الأساتذة ينفذون وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية للمطالبة بتغيير الوزير. مساءلة شفهية لثلاثة وزراء بمجلس نواب الشعب ووعود باتخاذ إجراءات جديدة تخص المرأة وقطاعي السكن الاجتماعي والفلاحة. نشكركم ونعتذر عن هذا الخطأ التقني في آخر النشرة. عام من النشرات المتواصلة يحتمل بعض الأخطاء في المباشر أحيانا. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله. شكرا على وفائكم طيلة السنة، والرحلة تتواصل معكم. إلى اللقاء.